تراجعت قوة الإعصار إيزاك وتحول إلى عاصفة لا تزال تضرب جنوب لويزيانا في الولايات المتحدة عبر أمطار غزيرة خلفت فيضانات وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي. سرعة الرياح وصلت إلى 110 كيلومتر في الساعة، ما أسفر عن خسائر في الممتلكات، ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات. تقول هذه السيدة المقيمة في لويزيانا: لقد قاموا بكسر النافذة وصعدنا جميعا إلى السطح، وبعد ذلك وضعونا في قارب. ما يحدث هنا سيء للغاية. المسؤولون كانوا قد أصدروا أوامرهم للسكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة بإخلاء منازلهم قبل عدة أيام، وكذلك نيو أورلينز كانت قد فرضت حظراً للتجول ابتداءً من الثلاثاء. تقول إحدى السائحات القادمة من بوسطن: حاولنا العودة بالطائرة ولكننا لم ننجح، ونحن الآن عالقون هنا. الليلة الماضية لم ننام بشكل جيد وشعرنا بالرعب مما يحدث. ويشار إلى أن المهندسين بالجيش أكدوا أن شبكة السدود والحواجز في نيو أورلينز التي كلفت حوالي 10 مليارات دولار لتحديثها لا تزال متماسكة.